الخوف اللي يصاب في الطفل الشاب الصبي والأهل، يعني هنن فترة يعني بدها تعدي هلأ أو بعدين، ولكن للأسف الضغط اللي عم بيصير، التعصيب اللي عم بيصير من الأهل على الطالب عم تكون سلبية جدا على أداء الطلاب ضمن الفحوصات. ونحن دائما بننوه أنه هذا الشيء حق طبيعي ومن عاطفة الأهل على الشباب والصبايا، ولكن اليوم هنن بمرحلة حساسة. نحن عم نحكي عن مرحلة المراهقة اللي هو يعني بيكون طبيعي عنده خربطة بتفكيره، خربطة بهرمونه، فبيجي هاي الفترة بدل ما تكون فترة راحة له، فترة خلينا نقول جبران خاطر للأهل، دائما بتحسي في مشاحنات، بتلاقي انه عم يمرق الفحص بس بده آخر نهار يمرق فيه. معك حق يا رشا، يمكن ايام كثير قليله وطلاب الشهادات الاساسيه والثانويه بيخلصوا امتحانات، وما بعرف اذا سمعتي يمكن كانت بعض الامتحانات صعبه عليهم. صحيح. هذا الشيء يمكن خلى في توتر وقلق عند طلابنا. كيف لازم اليوم ندعمهم نفسيا اكثر كرمال يكملوا امتحاناتهم الباقيه ويحققوا النجاح اكيد والتوفيق لكل طلابنا؟ تفاصيل كثير مهمه لحتى ندعمهم نفسيا ونعطيهم هيك دعم نفسي ومعنوي كرمال يتجاوزوا هي مرحلة. تفاصيل كثير مهمة رح تخبرنا عنهم لليوم الاختصاصية التربوية ولاء لحلح. صباح الخير استاذة ولاء. هلا يسعد صباحك. اهلا فيكم. هلا صباح الخير. عندك شهادات السنة؟ لا الحمد لله. اليوم دائما الاهل بتحسيهم مضغوطين اكثر من الطالب نفسه، يعني لانه حابين اليوم ابنه يكون بمستوى جيد يعني، ولكن الفترة يعني هي حتخلص صح الامتحانات، ولكن بالايام الباقية بعد الضغوطات اللي صارت ببعض الامتحانات تماما. خوف الاهالي، بعض الطلاب قالوا لك انا حانسحب بعد ما مثلا ماده ما كثير كانوا فيها مناح. اليوم كيف قادرين نثبت هذا الطالب وندعمه ايجابيا لانتهاء الامتحانات؟ للامانه في بعض الاهالي بدهم دعم نفسي اكثر من الطالب نفسه، يعني العصبيه اللي عند بعض الاهالي، التوتر، القلق، الخوف عم يكون بصوره مبالغ فيها، ما عم يكون ضمن الحدود الطبيعيه. فنحن بدي وجه اكيد تحيه ان شاء الله كل التوفيق وكل النجاح لكل الطلاب، ان كان التعليم الاساسي وان كان طلاب البكالوريا. فبدهم يكونوا رواء، بدهم يتحلوا بالصبر، بدهم يكونوا هادين، ان كان الطلاب وان كان الاهل، لانه الكلمه لها كثير تاثير نفسي ان كان على هذا الطالب وان كان على هي الاهل. يعني بعمر العصبيه والتوتر والانزعاج ما جاب نتيجه، بالتالي هذا الطالب اذا كان اعصابه جيده، اذا كان مرتاح نفسيا، اذا كان ضمن عائله ايجابيه بعيده عن المشاكل، بعيده عن الخلافات، فهالشيء رح يؤدي لتحسين التركيز بالدراسه، وبالتالي رح يقدم بالامتحانات بطريقه حلوه. اما الاشخاص السلبيين العصبيين ان كان الاهل او الطلاب، البيت اللي فيه مشاكل اللي فيه مشاحنات، اجباري هذا الشيء رح ياثر على تركيز الطالب، رح يصير عنده تشتيت ذهني، ما رح يقدر يدرس او يحصل على النتيجه اللي هو متوقعه. بالتالي الدور الاول والاساسي والاهم هن للاهل قبل الطالب. طبعا الطلاب عليهم يعملوا اللي هو مطلوب منهم، يدرسوا، يجتهدوا، يتابعوا يفترض من اول العام الدراسي. يعني اكبر خطا انه ننطر لفتره الامتحانات لحتى نبلش ندرس، لا، لازم يكون في تخطيط، لازم يكون في خطه دراسيه من اول العام الدراسي، لانه التخطيط والتنظيم هو احد اهم اهداف النجاح ان كان بالدراسه وان كان بالعمل. فالطالب لما بيوصل لفتره الامتحانات ماشي على خطه دراسيه معينه، طبعا متنوعه تتناسب مع قدراته العقليه، تتناسب مع قدراته العلميه او الادبيه، طبعا حسب ميول هذا الطالب وحسب ظروفه النفسيه وحسب ظروفه العائليه. بنلاحظ انه في طلاب شاطرين ومجتهدين بمواد، بينما الماده الثانيه تقول لك صعبه او غليظه، وكثير ضروري التنويع بين المواد الدراسيه. يعني فرضا ابني اليوم تاسع، فانا يوم بخليه يدرس رياضيات، ثاني يوم بخليه يدرس مواد ادبيه. هذا التنويع اولا بيعطي راحه نفسيه لهذا الطالب، بيعطيه عدم تخزين لنفس الماده، لنفس النمط من الماده الواحده، وبالتالي التخطيط والتنظيم هو احد اهم اهداف النجاح. وان شاء الله يا رب النجاح والتوفيق للكل. الاهل يكونوا شوي رواء، شوي ريلاكس، يعني في حال الطالب ما قدم منيح بهي الماده او ما جاب النتيجه المطلوبه بهي الماده، ما خلصت الدنيا.
ممكن يعوضها بالمادة الثانية، ممكن يدرس ويجتهد أكثر بالمادة اللي بعدها. صحيح. يعني شيء ممكن يعوض شيء، ولو لا سمح الله رسب بهي المادة فما خلصت الدنيا، فما بدها كلها العصبية، ما بدها كلها التشنج، ما بدها كلها التوتر. تمام. ولا يعني بالنسبة لهذا الخوف والتوتر للأسف ما بيوقف بمكان معين، لأنه ممكن نلاحظ أنه هذا الخوف ممكن يستمر لبعض الامتحانات، لفترة النتائج قدي رح جمع، شو رح يطلع لي أفرع بالجامعة. هذا الخوف مستمر اليوم عند طلابنا، ولكن كيف بنعمل اليوم كنترول لهذا الخوف والتوتر إن كان عند الأهالي أو عند الطلاب، حتى كرمال يمكن ما نخلي أي شيء سلبي يأثر عليهم؟ هلا بالبداية هذا الخوف طبيعي، هذا الخوف هذا القلق الامتحاني بدل انه الطلاب على قدر من المسؤولية، انه انا طالب لازم اقدم منيح، فنتيجة هذا الاحساس العالي من المسؤولية بيكون عندنا هذا الخوف او هذا القلق الطبيعي اذا كان بصورة طبيعية. اما اذا كان بصورة مبالغ فيها فهون لا، بننصحه يلجأ لأخصائي نفسي يحكي له هاي المشاعر السلبية، يعبر له عن خوفه بالطريقة الصح ليتخلص من هي المشكلة. اما اذا كان هذا الخوف هذا القلق بطريقة طبيعية، مجرد قدم أول مادة اللي هو خايف منها، فهو بالعقل الباطن أخذ على جو الامتحانات، أخذ على هذا الجو، صار عنده أنه كسر فوبيا الخوف من هي المادة، كسر فوبيا الخوف من هذا الامتحان. هذا القلق مثل ما ذكرنا هو طبيعي، يفترض يكون عند كل الطلاب. هون الأهل بدهم شوي يخففوا عن هذا الطالب بتقديم التحفيز، الكلام الإيجابي، البيئة الإيجابية، وكمان نحن بدنا نركز على نقطة كتير مهمة اللي هي النوم الكافي. يعني للأسف في بعض الطلاب تقولك والله أنا رايحة على الامتحان ماني نايمة ساعة، هذا أكبر خطأ، لأنه العقل بحاجة ليرتاح، الذاكرة لحتى تخزن المعلومات بحاجة لتاخذ بريك. فالنوم الكافي من 7 إلى 8 ساعات ليلا أولا بيعدل المزاج، ثانيا بيساعد على التركيز، وبيساعد على التركيز بالمواد الدراسية اللي عم يدرسها هذا الطالب. كمان أحد أهم الاستراتيجيات اللي هي التغذية السليمة، يعني ننصح كل الطلاب خلال فترات الامتحان يبتعدوا عن المأكولات الدسمة، عن الأكلات الثقيلة، عن الطعام المقلي، يحاولوا قد ما فيهم يركزوا على الخضرة والفواكه، وخاصة الخضروات الورقية الخضراء. كمان ننصحهم يركزوا على المواد الغنية بالبروتين، لأنه في مقولة بتقول لك العقل السليم في الجسم السليم. صحيح. فلهيك كتير ضروري يكون وجبات طعام، يكون وجبات طعام متوسطة وموزعة على طول النهار. ما بصير والله يضل الطالب لآخر الليل ليأكل، لأنه إذا أكل بده تتشنج معدته من التوتر اللي عنده من الامتحان. كمان بننصحهم بشرب كميات كبيرة من المي، خاصة نحن بفصل الصيف ودرجات الحرارة كتير عالية، هاي المي بتعطي رطوبة للجسم، بتحسن المزاج، بتعدل الطاقة ككل لجسم هذا الإنسان، وبالتالي بتساعد على التركيز. كمان بعض الأمور الهامة اللي بننصحهم فيها اللي هي أخذ فترات استراحة. يعني أنا إذا طالب والله 24 ساعة بدي أدرس، لا، هذا أكبر خطأ. أنت بتدرس ساعة تأخذ بريك ربع ساعة، أو بتدرس ساعتين تأخذ استراحة نص ساعة. هي النص ساعة كفيلة بأنه تخزن المعلومات بالذاكرة بعيدة المدى. هي الذاكرة بعيدة المدى رح تساعدك ضمن الامتحان أنك تسترجع. أنت عم تعطي بريك للعقل. خلال هي الربع ساعة أو النص ساعة الطالب ممكن يسمع غنية رايقة، ممكن يمارس تمارين رياضة خفيفة الغير مجهدة، مثل تمارين التنفس، مثل تمارين المشي، ممكن ممارسة بعض تمارين اليوغا. طبعا بتختلف السعادة من طالب لطالب تاني، هون بنرجع لظروف هذا الطالب النفسية والاجتماعية والعائلية. وأكبر خطأ للأسف عم نواجهه اليوم هي مقارنة الأهل، نقارن هذا الطالب بأخوه اللي أكبر منه. فعزيزتي وعزيزي شاهد، مو شرط إذا ابنك الكبير دكتور أو مهندس الله يحمي لازم كل أولاد يكونوا دكاترة أو مهندسين، لا، كل حدا عنده قدراته الإبداعية، عنده قدراته العقلية، وعنده القدرة على التركيز. يعني نحن ضمن المجتمع مثل ما نحن بحاجة للطبيب وللمهندس، أكيد بحاجة للأستاذ، بحاجة للحلاق، بحاجة للمهن، بحاجة للحرف. فكتير أمر خاطئ عم يلجأوا له كتير من الأهالي أنه تقارن ابنه بابنه الكبير أو بابن خالتك أو بابن جارتك. بدك تراعي أنه ظروف هذا الطفل، المرحلة العمرية الحساسة اللي عم يمر فيها هذا الطالب غير المرحلة العمرية اللي أدت أنه والله ابنك الكبير يكون طبيب. كمان من الأمور يلي كتير هامة ولازم نركز عليها يلي هي أنه تنوع ضمن المواد الوحدة، وكمان التواصل الاجتماعي. يعني ما بيصير اليوم أنا عند ابني امتحان فأنا بعمل له عزلة اجتماعية، لا رفقات، لا أقارب، لا جيران، ممنوع تطلع من الغرفة، ضل قاعد بالغرفة، هذا بيعطيه ستريس.
اولا عم تعملي ضغط نفسي على هذا الطالب، عم تخوفيه اكثر من هم الامتحان، من فتره الامتحان. لا، نحن مثل ما ذكرنا قبل شوي خلال فتره الاستراحه ممكن هو يتواصل مع اصدقائه عن طريق الانترنت، ممكن يقعد مع العائله، ممكن يلجا لطبيب مثلا او لرفيق او لاخوه او لابن جيرانه اللي هو بحس انه ممكن يساعده نفسيا، لانه الدعم النفسي ما بيختصر على الاخصائي، لا صحيح. ممكن الاخ او الام او الاب هن يكونوا الداعمين النفسيين. ومثل ما ذكرنا التحفيز، الكلام الايجابي، نحن بدنا نزرع ضمن ابنائنا الطلاب انه التفكير الايجابي هو اكبر مساعد واكبر محفز للنجاح والاستمراريه، لانه مجرد ما كان تفكيره ايجابي هالشيء رح يعطيه نوع من الراحه، نوع من السلام النفسي، يعني بدل ما يقول الطالب والله انا خايف من هالماده ممكن ما اقدم صح، كثير صعبه هي الماده، لا، حتى كلامه يخليه ايجابي، حتى تفكيره يخليه ايجابي، انه انا بعمل اللي علي، بجتهد، بدرس، وبالتالي رح احصل على نتيجه تعبي، لانه هذا التعب اكيد ما رح يروح سدى. اكيد اليوم نصائح ومعلومات ذكرتيها، نحن نجي ليوم الفحص بنصير بدنا نغذي الطالب، بنصير بدنا نخليه ينام بكير ونعطيه فترات استراحه ونعطيه مساحه. طيب نحن قبل ما نوصل ليوم الامتحانات نحن عندنا اشهر كان بحاجه الى تنظيم، بحاجه الى تخطيط، نحن كيف قادرين نوزع مهام هذا الطالب خلال الاشهر ليصل لفتره الامتحانات وهو مرتاح. ونشوف اليوم طلاب كثير مرتاحين يعني. طيب خلينا نرجع لفتره التاسيس، يعني كرمال ما نصل لهذا الضغط اللي عم بيعيشوه الاهالي قبل الطلاب. هون بنرجع للخطه الدراسيه، الخطه الدراسيه مطلوبه من اول يوم بالمدرسه. نعم. انا ما بدي انطر ليجي الامتحان لاضغط حالي وادرس كل المواد وركز، اجباري ما رح يكون في نتيجه مطلوبه، اجباري ما رح تحصل على النجاح. اما وخاصه عم نلاحظ يعني قبل الامتحان عم يكون يوم او يومين، فهذا الوقت انت يفترض بس تراجع المواد فيه، يفترض تكون دارس المواد طيله العام، يفترض يكون في اسلوب حياه من اول يوم دراسي. فرضا انا ابني اليوم تاسع او ابني بكالوريا، من اول يوم بالمدرسه كون رفيقته، كون الداعم النفسي له، ممكن سمع له، ممكن خلال الفترات الامتحانيه انا اعمل له جو امتحاني بالبيت، اعطيه اسئله، حدد له وقت معين، خلال هذا الوقت انت بدك تجاوب على هي الاسئله، فهون الطالب بفوت على الامتحان وهو اخذ على هذا الجو، انه انا ضمن هذا الوقت لازم حل هذا الكم من الاسئله، فهي الامور بترجع للاهل. الاول وتكتل نقطه جدا مهمه هي الوقت، قد شفنا اليوم طلاب يعني كانت الشكوى الاولى انه نحن ما لحقنا. صحيح. طب السنه كامله كيف يعني ما لحقنا؟ ما لحقوا بالامتحانات، يعني ما قدروا انه ينظموا وقت كتابته بالامتحانات مع الوقت المعطى يعني لحل الماده، يعني هلا هون مشكله ما كان بده تدريب من الاول. تمام. الطالب لما كان دارس الماده كل الفصل وكل السنه، راجع قبل الامتحان بيوم، اجى على الامتحان، فهو رح يقدر يسترجع المعلومات بطريقه اسرع. كمان بعض الاغذيه ممكن تساعد على تنشيط وتحسين الذاكره، يعني مثلا عندنا فول الصويا، ننصح كل الطلاب ياكلوا فول الصويا بفتره الامتحان. فول الصويا اولا بيحوي على بروتينات، ثانيا هو محفز للذاكره وبيزيد نسبه الذكاء وبيساعد على استرجاع المعلومات، يعني ورخيص نوعا ما مقارنه مع باقي الاطعمه، فنحن نحاول قد ما فينا نرتب وننظم من اول السنه، ما ننطر لوقت الامتحانات لحتى نركض ونركض وما نلحق. نرجع للخطة الدراسية، لخطة تنظيم الوقت اللي يفترض تكون ما بين الأهل وما بين الطالب، يعني الطالب أولا مضغوط عنده تقديم بكامل الكتاب، ثانيا امتحان، ثالثا فترة مراهقة فترة حساسة وصعبة، فيفترض الأهل يتابعوا مع الطالب من أول يوم. نعم. فرضا أنا ابني مقصر بمادة الرياضيات، فممكن ألجأ للدروس الخصوصية، ممكن تابع معه دروس خصوصية خلال الفصل الأول والفصل الثاني ليوصل للامتحان وهو مرتاح وهو قادر يحل الأسئلة ضمن هذا الوقت يلي مخصص للإجابة عن هي الأسئلة. يمكن اليوم طريقة تنظيم الوقت هي مشكلة عند كثير من الطلاب، ما بيعرفوا كيف يديروا وقتهم اليوم كرمال الدراسة. خلينا نحكي اليوم أستاذة ولاء، يمكن قبل ما بلشت الامتحانات كان في تركيز وهمة عالية من الطلاب بالتحضير للامتحانات والمواد، ولكن اليوم بعد ما قلت المواد بقيان كم مادة بتلاحظي انه هذا التركيز بلش يخف، هي الهمة بلشت تخف عن طلابنا. اليوم نحن كيف قادرين نخليهم يركزوا اكثر بدراستهم كرمال يعني يمرقوا المواد البقيانة وما يكون اي تأثير اليوم على تحصيلهم الدراسي؟ للأمانة سؤالك كثير حلو وكثير مهم. هلا بتختلف التركيز عند
طالب لطالب ثاني. يعني في طلاب بتقول لك والله انا بدرس وبركز انا وعم اسمع اغاني، في طلاب بتقول لك لا انا بدي هدوء لاقدر ركز، في طلاب بتقول لك انا بس درست مع رفقاتي خلص بركز اكثر وبحفظ اكثر. نحن بننصحهم باستخدام حواس اكثر اثناء الدراسه، ليش؟ لانه الدراسات اثبتت انه الطالب بس استخدم اكثر عدد من الحواس، فالكتابه مثلا وقراءه المعلومه هو والطالب عم يكتبها هو عم يستخدم حواس اكثر، بالتالي رح ترسخ المعلومه بذهنه بشكل اكبر. مثل ما ذكرنا كمان التغذية له دور، الأهل لهم دور، النوم الكافي لهم دور، فبالتالي نحن ما ننطر فترة الامتحانات لنصلح خطأ سنة، لا، يفترض من أول السنة في أسلوب معين، في خطة دراسية، في خطة ممنهجة منظم عليها الوقت لنوصل للامتحانات ابني خالص كل المنهاج، ابني ما عنده خوف من مادة معينة، تبقى بس فترة مراجعة. هون ممكن الأب أو ممكن الأم هنن يكونوا رفيق لهذا الطالب، صحيح، يسمعوا له، يراجعوا المعلومات هنن وياه، وبالتالي هذا الشيء رح يعطيه كتير شعور بالراحة النفسية، ورح يروح على الامتحان ثاني يوم هو واثق بنفسه، واثق بمعلوماته، واثق أنه رح يقدم ويجيب العلامة اللي هو بده إياها. دائما الطلاب يمكن نقطة الترهيب بتكون عندهم مشكلة أثناء أثناء السنة كلها، يعني بتلاقي أنه تهديد وترهيب من الأهل على طول. يعني دائما ذكرتي نقطة أنه نحن نآمن بقدرات وطاقات الشباب والصبايا، وكل حدا يعني حسب طاقته نبتعد عن المقارنة. إن شاء الله هيك بتمرق هاي الفترة بيسر وسهولة، وهيك ما يضيع تعب لا الأهالي ولا الطلاب. شكرا أستاذة ولا على حضورك اليوم، شكرا لكم، الله معك يكون بالأيام اللي الشهادات. شكرا لك استاذه ولاء ولكل المعلومات اللي قدمتيها، وفعلا لازم اليوم نقول انه البكالوريا هي مو نهايه العالم، لازم دائما نحاول نخفف قد ما فينا على طلابنا كرمال يتوفقوا بامتحاناتهم. شكرا لك، شكرا، اهلا وسهلا، اهلا بكم.